مساكم الله معانا، مساكم الله بالخير جمهورنا الكريم. ضيفتنا الليلة فنانة بحرينية شابة، بالرغم من صغر سنها إلا أنها تحمل العديد من الألقاب والمواهب الكثيرة اللي عرضتها، ومن خلال تعرضها للانتقادات وصدها للكثير من الانتقادات، ألقاب كثيرة حازت عليها ولا زالت أيضا تحصد هذه الألقاب، من ضمنها فوزها في مسابقة ملكة جمال العالم في آخر لقب حصلت عليه كان هو ملكة جمال الفنانات العرب. ضيفتي اليوم فنانة موهوبة متعددة المواهب مثيرة للجدل بكل تصريحاتها الجريئة، أحيانا تكون صادمة في التصريحات وأحيانا أخرى تكون هادئة جدا، ولكن لا تمر مرور الكرام في حالتين. رحبوا معي بالنجمة الشابة شيلاء سبت، حياك الله معي. الله يحييك. طبعا جدا جدا سعيدة بتواجدي للمرة الثانية بتو الليل، إن شاء الله دوم. شرف لي وعلى غناة الوطن، وأشكركم على هذه الاستضافة وكل جمهوري اللي تابعوني. طبعا صرنا أهل تعودنا بوجودك معنا، فأسئلتنا إن شاء الله تكون خفيفة. أولها يقول، واحتمال يعني إن شاء الله ما يكون ثقيل، لكن احتمال يكون صادم بعض الشيء، إن حستي على ألقاب كثيرة، أبي إحساسك بإنك حستي على هذه الألقاب وبنفس الوقت الناس تقول إنك شريتي هذه الألقاب. أنا ما راح أطول بالإجابة، بس اللي يقول إن أنا شارية الألقاب يروح يشتري نفسها. الألقاب هذه ما تنباع ولا كان الكثير حصل عليها. طيب احنا لو نقول ان الجذور الهندية تكلم عنها، ليش في الجذور الهندية؟ طبعا انا ما فيني اي من اي صوب يعني عرض هندي، بس يعني انا وايد احب يعني الافلام الهندية، وسبحان الله حتى اسمي عطوني يعني امي سمتني اياه واسم هندي يعني. هو مو شيلاء، شيلا. شيلا اي، بس انا تعودت اسمع شيلاء، ما شيلاء ما له اي معنى، بس شيلا هو الاسم الصحيح. حلو، طيب نشوف لقطات نتذكر العرض والاختيار والالقاب وكثير من الامور. ملكة الفنانة العرب ليتها شيلاء، شيلاء سبت. مبروك ملكة جمال الفنانات العرب، تتويجت من دكتورة حنان، ألف مبروك. أشكر الدكتورة حنان على هذا اللقب، طبعاً شرف لي أني أكرم بمصر بهذا اللقب، وإني أكون ملكة جمال فنانات العرب. أنا جداً فخورة بنفسي وبتواجدي اليوم معاكم هني، شكراً لكم كلكم. هذه الألقاب ممكن تفتح المنافسة الشرسة اللي نسميها غيرة بين الوسط والطرف الأنثوي في الوسط بينهم وبين بعض. أنا أحب أقول أن أنا كوني حصلت على ألقاب جمالية لا يعني أن أنا أجمل وحدة ولا الأحلى بين الجميع. طبعا أنا يمكن أقل تواضع، يعني أقل جمال، يعني جمالي متواضع بالنسبة حق كثيرات من البنات الجميلات الموجودات بالوسط، بس كوني أحصل على لقب كبير مثل هذا يعني أن أنا أكون مثال للبنت الجميلة اللي مثلت ديرتها البحرين، وأنا يعني سر حصولي على لقب ملكة جمال فنانات العرب لم يأتي بس كذي، يعني لأن أنا أصلا حصلت على ألقاب قبلها، وهذه الألقاب خلتني أحصل على لقب أن كبنت شاركت بمسابقات جمالية ويعني ودشت التمثيل حصلت على هذا اللقب، بس لا يعني حتى مشاركتي بمسابقات الجمال لا يعني ان انا الاجمل، او لان الجمال مو بالشكل، في اشياء ثانيه جميله فيني يمكن ناس وايد ما عرفتني من قريب او ما عرفت الاشياء الجماليه اللي فيني. حلو، طيب هل عرضوا عليك تمثيل الافلام، او هل صحيح تم عرض عليك 3 أفلام هنديه؟ يوم شاركت بمسابقة ملكة جمال العالم اللي كان بالهند، طبعا كانت كاريشما كابور أحد الحضور، وهي طبعا ما كانت تدري أن أنا أصلا ممثلة أو أمثل، قالت أن البنت هذه عندها كاريزما حلوة، روحها حلوة على المسرح لما تمشي وفي لها حضور، وكانت تقول أنا يعني حابة أن هي تشارك بفيلم، بس أنا ما أعرف أتكلم اللغة الهندية عدل يعني شوي، معلش تكلمين هندي مرة بس شوي مو وايد، فعلشان وثاني شيء يعني بالنسبة حق العرب ان انا اعرف هندي، بس انا بالصدق مو وايد يعني مو بروفيشنال، فهذا الشيء يخليني ما اشارك بالافلام مع ان هذا حلم حياتي، بس ما صار لي نصيب
مع انه عرض علي بس ما صار نصيب. يعني هل اذا عرض عليك راح ترضين؟ اذا كان يناسبني. اذا تمت الموافقه. اذا كان يناسبني لان ما راح. يناسبك من اي ناحيه؟ يناسبني كبنت خليجيه. يعني العادات والتقاليد. طبعا يعني انا وايد ناس يمكن يقولون ان انا مو ما قاعده امشي مع عادات وتقاليد الخليجيات، بس انا اعتذر منهم جميعا واقول لهم انتم كلكم غلطانين، انا ما قاعده اطلع بصوره مو حلوه، ما قاعده اتجاوز الحدود ولا دام ان انا قاعده امشي بديرتي. خلينا نقول اذا للاسف في بعض الناس تفكيرهم محدود ويفكرون ان العادات والتقاليد فقط اللبس. فانا دام امشي بديرتي وبالدول الخليجيه بلبس مثل هذا واطلع فيه في التلفزيون فانا ضمن العادات والتقاليد ولم اتخطى الخطوط الحمراء. طيب المسابقات بالنسبه لملكات الجمال قد يراها البعض انها تتطلب الظهور في لبس ما يكون من ضمن العادات والتقاليد. وطبعا انا في مسابقه ملكه جمال العالم عرض علي ان اطلع بلباس البحر وانا رفضت هالشيء، وهذا الشيء قلل من نقاطي، بس انا وصلت للتوب يعني للتوب 10 وطلعت المركز السادس، وهذا شيء وايد كبير بالنسبه لي يعني وايد شيء جميل. لان ليش؟ لان في اسئله ثقافيه انا جاوبت عليها، يعني انا فاجأت نفسي يوم جاوبت، يعني انا يمكن ولا مره حد سالني ان شنو كان السؤال وشنو جاوبتي، اكثر الناس تسالني انت شلون شاركتي وشلون، لا في جوانب ثانيه غير الشكل وغير اللبس وغير الجسم وغير وغير، في اشياء ثقافيه كثيره انسالت فيها. يمكن انا لما احد يسالني عن نفسي مرات يخوني التعبير في الكلام، بس لما انسال اسئله ثقافيه او يعني يمكن افاجئ نفسي حتى. تكون هي موجوده الاجابات في الذاكره بس ما تستحضرينها الا في لحظه ما تنسالين على طول. طيب هل فعلا ان الفنانه الاماراتيه الاستاذه سميره احمد هي لها الفضل في دخولك الوسط الفني؟ طبعا طبعا هي كلمتني، انا شيماء اختي كانت تحن علي دش التمثيل دش التمثيل وانا كنت ارفض. ليش؟ لان ما كنت اشوف نفسي ممثله، بس كنت احب التصوير، احب الصور وايد بشكل فظيع، يعني احب اتصور، احب صوري تطلع، احب اكون متواجده بالصور. وما وقتها يعني ما كنت افكر ابيها تنتشر ولا ما تنتشر، بس ابي يكون عندي رصيد هائل من الصور. فالفنانه سميره احمد كلمت شيماء اختي، طبعا انا اقولها خاله سميره احمد مو بس فنانه، اعتبرها يعني لأنه وايد احبها. فهي كلمت شيماء اختي وقالت لها خل تمثل، يا شيماء قالت لي، طبعا شيماء قبل لا تقول لي قالت لها كلميها هي لأنه ما راح ترضى، وقالت لي جربي عجبك واصلي ما عجبك صلعي. صح صح. طيب عائله برويشد كانت لك تجربه في التمثيل وانت صغيره فيها؟ طبعا وانا صغيره مثلت، بس يعني انا ما كنت اتحدث، يمكن طلعت يعني حلقات ما يعني ما ادري يعني شيء ما قصب تدخلنا وطلعت في حلقات، بس ما كان لي دور، يعني بس كنت تواجد وانا وابرار دائما شيء ما تدخلنا، حتى مسرحياتها تدخلنا بس كذي واحنا صغار قسما عنا. يعني لها سلطه عليكم في ان تكونوا متواجدين في الوسط الفني، لكن الحين ما قاعدين نشوفهم موجودين كثر تواجدك انت في الوسط الفني، ليش؟ طبعا هذا شيء مؤسف، لان شيماء اختي وشذا اختي لهم باع طويل بالوسط الفني ولهم مسلسلات كثيره وهم نجمات وممثلات، وبعيدا عن يعني يمكن هم خلينا نقول الفنانات اللي طلعوا في جيل شيماء وشذا كانوا حريصين على ادائهم وطريقه تمثيلهم مو شكلهم، فهم يعني يستاهلون ان هم يواصلون التمثيل خصوصا لموهبتهم، لان عندهم موهبه، وانا بالنسبه لي كل خواتي عندهم موهبه اكثر مني. ولكن سبب التوقف؟ نصيب. مع ان المفروض انه يكون في، يعني اعتقد انه في شركه انتاج او شيء تجمعكم، المفروض انه يكون في عمل اكثر في ذيك الفتره. صح، بس مثل ما قلت لك النصيب ما صار نصيب، وثاني شيء احنا اكثر شيء مركزين مع يعني ما ركزت شيء ما في الشغل الشركه، لان ابوي تعب الفتره الاخيره ويعني نعم. طيب نقول هل ندمتي دخولك الوسط الفني بما انك ما كنتي راغبه بانك تدخلين من الاساس؟ ما ندمت كثر ما انا احس مرات انه مو جوي. لحد الحين تحسين هالشيء؟ ساعات احس انه مو جوي. عيل وين جوج؟ انا يعني اوكي انا حبيت التمثيل، حبيت الشهره، حبيت متابعيني والناس اللي تحبني والجمهور، بس بعض الاحيان اشوف اشياء تخليني انصدم ما كنت اشوفها ايام الجامعه، ايام اللي كنت يعني بسيطه وعندي يعني
صديقاتي وناس حولي. يعني شنو هذه الأمور؟ أمور كثيرة، يعني أنا ما راح أتطرق لأمور يمكن مو يعني أمور تمس الغير، إني أقولها تمس غيري من الموجودين. بس الغيرة مثلا؟ الغيرة كل مكان متواجدة، سواء حقد مثلا؟ إيه، وكثير بعد ناس تحفر حق ناس، يمكن أمور لها علاقة بالسمعة، الأخلاق. الحمد لله رب العالمين، اللي يمشي صح سمعته ما تخترب. رغم كل الكلام وكل شيء، أنا أجزم وأتحدى أي حد شاف مني شيء غلط، ولا حد يتكلم عن اللبس، لأن اللبس ما يعتبر من الأخلاقيات، ولأن أنا ما أتجاوز الخطوط الحمراء في لبسي. طيب هل البنت تكون مستهدفة بشكل خاص في هذا الوسط؟ شلون؟ طبعا البنت أينما كانت تكون مستهدفة مرات من بعض الأشخاص. من بعض الأشخاص. بس يقول لك المحترم يحترم. إجابة وايد حلوة، راح تشوفون الأحلى بعد الفاصل. رجعنا نستكمل الحوار. أكيد وداخل كل حوار أنا أقول اللي دائما يكون معانا في تو الليل، لابد أن نظهر الجانب الحسن، لأن كلنا خلقنا بجانبين، ولكن لابد أن نظهر الجانب الحسن للناس، لأن إحنا في مجتمع بدأ يدور الشينة وبسهالة حتى لو يفتعلها على الشخص وينسى الأشياء الزينة في حياته. صح. أنا هذا يمكن التعليق من منطلق سؤالي، هل بنات سبت محاربات، ومن من بالتحديد؟ أي إنسان ناجح محارب. ما أمس كنا نتناقش في الموضوع أنا ومجموعة من زملائي، كنا نقول يعني إن الإنسان الناجح الشجرة المثمرة تقذف. نقول خلاص خلصت ثماري وانتوا تقذفون، خلصت ما بقى ثمار. فالمفروض إنه يعني ما نتحارب. يعني أنت تقولين إن بالعكس. في كل وسائل التواصل قاعدين نشوف السب والقذف والأمور هذه قاعدة تصير للكل. ماكو احد قاعد يعني الطيب والزين والشين، الكل تساوى. فعلا. شلون تقدري تقاومين هذا الموضوع؟ اول شيء قبل كان وايد يضايقني، وكنت يعني لما اتضايق شيء ما اختي تقول لي ليش وما شنو، قلت لها انتم لا تتكلمون، انتم طلعتوا في وقت ما تدرون شو ينقال عنكم، احنا قاعدين نشوف شنو ينقال عنا كل يوم. زين تقول شيء ما من قال لك احنا كنا نتحارب قبل، انتم حمدوا ربكم للحين ما في شيء. اقولها لا والله يأثر على نفسياتنا، بس الحين قلت يعني من يوم ورايح راح أقرأ الأشياء البوزيتيف، بس أي شيء يخليني أحس أن أنا مو مرتاحة مو مضطرة أني أقرأ، ولا مضطرة أني أشوف هالجانب، لأن هم أصلا قليلين. بس الإنسان بس تطيح عينك عليه. إيه، لأن الإنسان بطبيعته ما يعني ينظر يدور الشيء الموزين. حتى إحنا يعني إحنا ساعات نلوم الناس، بس أنا فكرت أنا ليش ألوم الناس؟ خل ألوم نفسي أول. ليش أنا أقرأ الأشياء المو زينة؟ خل أقرأ الأشياء الزينة، الأشياء الزينة أكثر أكثر بوايد. فأنا أشكر كل اللي يحبوني وأنتوا اللي تستحقون أن أنا أذكركم، أما اللي ما يحبوني أنصحكم يعني لا تتابعوني، مقصر شوفوا مكان غير. طيب شلون تعاملين مع بعض الأمور اللي تدخل حتى في أمورك وحياتك؟ لأن إحنا بشر نمتن نضعف. فعلا. تطلع حبة جرح يصير لنا هذه الأمور، فعلى أقل شيء ودك حتى لو تصبرين في هذه اللقطة تلقين تعليقات الدنيا على هذا الشيء. فعلا. وبشكل بعنف. فعلا. وعلى طول تجميل 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 تجميل، والله العظيم أقسم بالله إذا سويت تجميل راح أطلع وأقول لكم ترى راح أسوي، وأنا بسوي نطرو بس خلي أكبر، خلي يطلع لي شيء بشد وبسحب وبشفط وبسوي، بس نطرو مو بالحين. اللستة اللي قالت شفايف التجميل، من عظمة الفك ناحيتها تجميل، عايزة منزلة صورة وأنا صغيرة مبين الحن كذي وأنا صغيرة بيبي بعد عندي هذه، لأن جت فترة تبارك الرحمن سمنتي شوي. إيه فعلا. فيا الوضع أن هذا تجميل. أول شيء اللي ينفخ ما ينفخ هني، أنا وجهي هني انتفاخ انتفخ كامل، يعني بس أكثر شيء هني ينفخ ينفخ هني وتصير كأنها دائرة يعني تتم، أنا وجهي كامل انتفاخ. وانتفخ لأن أنا الفترة الأخيرة يعني تعبت وكذي، وبس أنا احنا كلنا يعني انا وشيماء اخواتي كلنا، لا انا وشيماء اكثر شيء، لما نمتن ويهنا يبين في المتن، ولما نضعف ويهنا اللي يضعف وايد.
نعرض تقارير ونشوف علشان ممكن نستمتع ونستذكر الذكريات وبالمرة خلي الناس تقارن. انت من صدقك متعني ويا اللي هني علشان تجيب لي ورده؟ حتى ريحتها خايسه. انت ايش تبين؟ تراك دوختيني ايش تبين؟ عنود ايش فيك؟ ترى والله مو ناقصتك تحسي فيني شوي. ولا انا ناقصتك، علشان كذي خليك بحالك، عشان لا تضايقيني ولا ضايقك. يا ابا اسمع قصتك. اصلا انا احب اسمع قصص. وثاني شيء انا ناويه يعني اسوي لك كتاب نفس هاري بوتر، اجزاء، بسمي نوح والدينار ونص. ازاز وخلي ازاز تستاهلين. لا تعالي انا وريك هذا ازاز وخلي ازاز. قومي قومي عن المره ايش فيك سوي؟ انا وريها ما راح اسكت عنها، راح اذبحها راح اذبحها. مو قلت لكم انا هي جايه وحاطه عينها على ابوي من الاخر تبي تتزوج ابوي. اصلا بطل انا وايد معورني قلبي وكل ما اشوف الاشياء اللي جايبتها لي قلبي يعورني اكثر. ومن قال لك اني ما ادري؟ اصلا ما نمت طول الليل ازعجتيني. ليش سويت؟ ما سويت شيء، بس عليك شخير يا فطوم ولا سياح ديك بيعدمونه. هذه المشاهد من جار القمر، كانت من مشاهد رمضان اللي فات على ما اعتقد. لا قبل، او اللي قبله، قبل سنتين ثلاث سنوات. لا ايه السنين تركض. ايه اعمال هالسنه. السنة أنا وشي حابة أقول شيء، إن المشاركة في رمضان حلوة ولها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. حلو. الجانب السلبي إن كثرة المسلسلات والمشاهد يضيع، والشيء الإيجابي التواجد في رمضان. أنا مو متواجدة هذه السنة في مسلسلات، لكن مو لأي سبب من الأسباب اللي قلتها. سبب ثاني، أحب الحصري. اي اول شيء انا عندي حلقات منفصله مع الفنان النجم الاستاذ ناصر القصبي، حلقات منفصله بسيطه حبيت اشارك فيها. وسبب ابتعادي اول شيء انا الفتره الاخيره مريت في وعكه صحيه، تعبت وقلت لازم اخذ فتره راحه وارتاح واقعد مع اهلي اشوفهم ونفسيتي تتغير معاهم، فابتعدت عن الشغل والتعب وركزت على موضوع ثاني. اول شيء انا قاعده اسوي برودكت باذن الله ان شاء الله قريبا، اليوم الحين قاعد بالامارات قاعد ينعرض، يجهزونه. اي وانا بعلن عنه وبسوي مؤتمر صحفي لجريم خاص بشنو البرودكت. برودكت مع دكتوره انا مسويتها، طبعا انا في شيء مجربته معاها من قبل. هو انا كنا نركب لاشز اللي حبه حبه اللي تمت كم من يوم، فهذا اللاشز وايد طيحوا رموشي وقصصهم، فانا اللي تحت كثاف اللي فوق طايحين شوي. فجربت برودكت من عندها وعجبني، فهي اللي مسويته وعلى اساسه قلت بسوي نفسه. وهم حق الشعر، هو من مرضى البعيد الشر عنا وعنكم والله يشفي جميع مرضى السرطان، هم لما يستخدمون الكيماوي يطيح شعرهم وكذي. فالفتره الاونه الاخيره يعني قاموا يكتشفون ادويه عشان ترجع نمو الشعر، فمن هذه الادويه استخلصنا ماده، دكتوره يعني استخلصت ماده وكذي وسوت لي برودكت باسمي، وان شاء الله باذن الله قريبا جدا راح يكون بالاسواق ان شاء الله. طيب في اشاعه ما ادري اذا صدق ولا لا، ان في عمل خاص راح يكون مع فنون. اي ان شاء الله باذن الله انا وقعت مع اخوي الفنان احمد المذيع. حلو. احمد جراح زين. واول تجربه لي في التقديم وعشان كذي انا بركز على هذا الجانب، بس انا مو مذيعه انا ممثله في النهايه، فمحتاجه وقفه اخوي معاي احمد. لا احمد الشراق ما يقصر. فانا بستفيد من خبرته في الاعلام والتقديم، وان شاء الله يا رب الناس تحبني في التجربه الجديده هذه ان شاء الله باذن الله. لكن من ضمن سلسله الاشاعات اللي قاعد تنقال انك رفضتي درزا مسلسلات، اللي هو 12 مسلسل. الحمد لله رب العالمين، السنه هذه اكثر سنه ياتني فيها اعمال. طبعا المنتج باسم عبد الامير عرض علي مجموعه من الاعمال، وطبعا انا استاذ باسم له معزه، يعني انسان اشتغلت معاه وما شفت منه الا كل خير. وطبعا يعني عمل مع هيفاء حسين، ويعني عمل مع استاذ احمد الجسمي بالامارات اكثر من عمل، وبعمان بطوله مطلقه. رفضتيهم كلهم؟ كلهم رفضتهم، لان قلت لك انا كنت امر بوعكه صحيه وكنت بشارك باعمال وما صار فيها نصيب.
عملين يعني كانوا مهمين بالنسبه لي وما صار فيهم نصيب، وقلت انا ما راح اشارك وايد يعني مسلسلات، راح اشارك بس هالاثنين. وما الله كتب، وانا يعني اخترت اني ارتاح شوي. من ضمن سلسله الاشاعات رجل سبعيني اراد الزواج منها بمهر 7 ملايين دينار، صح ام خطا؟ طبعا هذه هي طبعا سولفنا بالفاصل، بس راح نرد نعيد لكم اللي قال رجل سبعيني وسبع ملايين مهر. طبعا هالموضوع تكلمت فيه في اكثر من مقابله، واعتقد جمهوري والناس اللي تتابعني ملاحظين ان انا كلامي دائما نفسه ما يتغير من مقابله لمقابله، بس اللهم يصير في نضج اكثر في طريقه الاجابه، لان انا اكتشفت ان العفويه الزايده ضدي مو معي، فعشان كذي بجاوب اليوم بطريقه غير يمكن تختلف. ان قلت انا شلون هذا الموضوع، وانه مو انا اللي نشرته، وانا ضد هالمواضيع، لان يعني ما راح تكبرني ولا راح تسويني شيء لا سبت، في النهايه اعمالي هي اللي بتخليني بارزه. هذا اللي خلاك تصرحين ان هذا سبب اللي خلاك تقولين بما معناه اني ما ابيع جسدي لاشياء مقابل المال؟ طبعا انا في برنامج من برامج يوم سألت عن هذا السؤال، جاوبت بطريقه دبلوماسيه بس خانني فيها التعبير، فانا راح اقولها باكثر جراه. فعلا انا ما ابيع جسدي ولا ارضى اني ابيع نفسي، لان في النهايه انا قاعده بوسط او ببيت الحمد لله رب العالمين، من يوم كنا صغار احنا تربينا صح وقاعدين نتعب على نفسنا بنفسنا، ولو كانت في بيوت نفس بيتنا ان بنات هم يعتمدون على نفسهم ما عندهم اخوان، وابونا الله يطول بعمره يا رب ويشفي من كل شر يا رب انزين مريض، واحنا بنات واحنا وقفنا على ريننا بنفسنا وما حد ساعدنا، ولو كنا ماخذين طريق ثاني كان ما شفتوا ان احنا نتعب على نفسنا وقاعدين نسوي نفسنا، وتخرجنا من جامعات والحمد لله رب العالمين، كل هذا بفضل الله وفضل والنجاح والتوفيق، لان الله يعرف احنا ايش كثر احنا ناس ما عندنا اي طريق لا مني ولا منك، الحمد لله رب العالمين. حييك على هالجرأه بصراحه. تسلمي. يعني دائما نقول ان كل طراق بتعلم، والدنيا كل ما تكسى تعلم. صح. وهي اكثر من اي جامعه او اي دراسه ممكن الواحد يدرسها، لانها تعلم شلون انه يكون لكل فعل رد فعل قد يساويه بالمقدار بس يعاكسه بالاتجاه مثل ما قال نيوتن. لكن شنو اكثر موقف خلاك صلبه بهذه الطريقه؟ مثل ما قلت احنا بنات واحنا وقفنا بروحنا، وانا بكل فخر اقول انا مراه قبل يعني واقفه وانصح كل مراه تكون قويه وهي اللي تسوي نفسها ما تخلي احد يسويها. واللي خلاني اصير قويه واني اتكلم بجراه مواقف وايد صارت لي بحياتي خلتني اقوى اكثر، واعرف ان لو شنو الناس بتحاربني لو شنو بيصير في النهايه في الله فوق والله دائما ياخذ حقي. يعني في محاربات كثيره قد تكون، لكن خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نستكمل حوارنا بعدها. معقولة؟ معقولة كل هالكلام صح؟ سامحيني حبيبتي، سامحيني. سامحتك يما، سامحتك. ما علي يما، الله الغني عنهم وعن عشاهم. يلا يما تعالي علشان. تفضلوا تفضلوا. ما علي يا خالتي، بس انا تعبانه ما نمت اليوم زين، بروح انا. تصبحون على خير. وش فيك هنا؟ ما في شيء، تعبانة شوي. وش اللي متعبك؟ نجم نجم تعبانة.
الله يخليك يما، تركيني بحالي، تركيني يما. المسلسل المجهولة نتكلم عنه شوي. الأقرب لقلبي، وأتمنى أعيد تجربة مثل هذه التجربة الجميلة. طبعاً مسلسل كان باسمي إن المجهولة. أنا ما أقول إن بطولة المطلقة هي الأفضل أو هي الأحسن، بالعكس مشاركة نجوم كبار. وطبعاً هو كان بطولة الجميع طبعاً، بس القصة كانت تدور أحداثها حول فتاة مجهولة، مجهولة الهوية، مجهولة الأصل. فأنا أحب المشاركة مساحة كبيرة مثل هذه أشارك فيها من جديد، وهم مع مجموعة جميلة مثل المجموعة اللي شاركت معاهم. حلو. لك تصريحات صادمة، حيث أنك ذكرتي من قبل أن دخيلات على الساحة الفنية يحتاجون لإبادة جماعية من الوسط الفني. أنت شو تقولين؟ ما يبينهم إبادة؟ مو البعض طبعاً. أنا معروف أني ما أجامل، أن البعض يحتاج فعلاً، بس مو إبادة جماعية للكل. لا لا لا، مو الكل، مو الكل طبعاً. لو خليت خربت في كل مكان، أنا ما أقول فقط الفن، ترى في كل مكان، في كل بيت، في الزين ومو زين. يعني لا تتوقعون أن بس الوسط الفني اللي فيه مو زين، في المستشفيات، في الدكاترة، في الأطباء، في المهندسين، في المكاتب، في البنوك، في كل مكان، في الزين وفي الشين. هي تعتمد على أخلاق إنسان طبعاً، أخلاق إنسان. ولكن بعض الدخيلات ممكن تنجح. فقاعات، كل الدخيلات فقاعات؟ إذا الله كاتب لهم نصيب بتستمرون، وإذا الله مو كاتب لهم بيحاولون وبيطيحون. حلو. ليه الحين مصرة أن صداقات البنات ما وراها الغيرة والحسد؟ ولا صداق يعني شديد؟ كانش تقولي أن أنا ما عندي صديقة بنية. عندي صديقات وأعتز بصداقتهم بالعكس، بس حذرة بالتعامل، ومو للكل، بس ساعات أقرب الناس يطعنونك وانت ما تدرين. يعني تكلمين وايد عن الامور والحسد والغيره، وانك على لسان الناس في كل وقت، او لما ما يعني نزيد في الموضوع نبالغ في الحزه اللي يشوفونك فيها امامهم او يتذكرونك. لكن تذكرونك في مشهد من ضمن المشاهد في المسلسلات، مشهد البانيو اللي اثار الجدل للكل، نعيد موضوعه وليش؟ طبعا مشهد مثل هذا عرض على قناة الام بي سي، ومعروف ان قناة ام بي سي قناة سعودية. لو كان المشهد في شيء ما نعرض على التلفزيون، بس في ناس سوت زوم مبالغ فيه للمشهد وعرضوه. المشهد طلع بالتلفزيون والدور كان مؤثر، لو الناس تابعت الحلقات كاملة وعرفوا أنا المشهد اللي سويته، ولو عرض هالمشهد برا مو طريقة الطريقة اللي أنا ما أحب أصلاً أتكلم فيها، لأن أنا لما أمثل أركز فدائي، ومو مسموح لي حتى أختار الزاوية، ولا من حقي أروح أقول حق مخرج لا 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 تأخذ كاميرا هني حطها مني. أنا جداً أحترم المخرج وأحترم الجميع، والمشهد ما كان بهالصورة اللي أهما صوروها وعرض على قناة الام بي سي، لو كان في شيء ما انعرض. وطبعا أحب أقول إن لو انعرض مكان ثاني كان أنا حصلت عليه جوائز. طيب ما سرايا عابدين أيضا في جزء من الجرأة وقاعد يعرض على ام بي سي، ما صار عليه نفس هذا الهجوم؟ في يعني في جرأة، بس مو بالجرأة اللي الناس تتكلم عنها أو اللي ضد العادات. يعني أنا ما أتكلم عن مسلسل عربي، يعني حتى هذا تحالف الصبار مسلسل عربي وكان مخرج إسباني، والمخرج نظرته طبعا حتى في مسلسل عفوا مصري كان اسمه خطوط حمراء أو شيء من هذا، منطقة حارة أعتقد نعرض في رمضان أعتقد اللي قبل اللي فات، القاصرات نفس الشيء، كان في جرأة، ليش ما صارت الجرأة على مثل هذه المسلسل؟ أنا أقول لك شيء، هو مو مسألة جرأة، هي مسألة انتقاد وبس. ما تلاحظين أن إحنا لما نكون في بيت أو شيء بنروح مستشفى، لا 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 دكتور خليجي ما يعرف، لازم دكتور أجنبي. أي شيء واحد بيسوي بيتنا مصمم عربي، لا لا شعرفها، يبو واحد أجنبي. إحنا رسخنا هالشيء في بالنا ورسخناه في رأس عيالنا أن أي خليجي ما يعرف يسوي شيء. فللأسف هذه نظرة خاطئة، وأتمنى من الكل يغيرها، لأن أنتوا تحطون فينا الطاقة السلبية وتخلونا ما نطلع بصورة زينة. شجعونا، شوفونا، حبونا مثل ما تحبون نفسكم، وراح ننجح وراح نبدع وعيالكم راح يبدعون. بس طول ما أنتوا تكسرون ميادفنا
عمرنا ما بنوصل مكان، بنتم دائما تحت. ان شاء الله ما حد يتم تحت، وان شاء الله نحب بعض، ولكن لماذا بكت في احد البرامج في الفتره المؤخره؟ ليش بكيتي؟ أنا لما ينياب يعني طاري أهلي خواتي أو أمي أو أبوي على طول شي صدني إحساس ما أعرف من أي ناحية؟ وايد أحبهم. يعني إذا يابوهم بطريقة طبيعية ولا إذا اتهموهم الشيء؟ أي شيء ما أعرف، يعني أحبهم وايد، يعني ما أدري ما بتكلم. هل أنت بعيدة عنهم عشان كذي؟ يمكن. انتي قاعده تعبين؟ لا بعيدة، بالعكس يعني. لا تبكين، لان انا ما لا تبكين، ما احب احد يبكي عندي صراحه. اللهم يا رب. لا بس امي وابوي وخواتي اغلى شيء عندي بالدنيا كلها، يعني احس نفسي بدونهم انا ولا شيء، يعني ما اعرف. زين، سؤالي اتمنى يعني... ان هو ما يبكيش. تقولين انك من عائله ثريه، انك درستي في امريكا، لكن بعض البنات جذبوا هذا الموضوع. عمري ما قلت ان انا ثريه، لان الانسان الثري ثري باخلاقه وليس بماله او بفلوسه او او او، فانا لما يكون عندي ثري باخلاقي وباسلوبي وبذاتي فهذا الناس تذكره مو انا، وانا ما عمري ما قلت ان انا انسانه ثريه و و و، انا فعلا تخرجت من نيويورك وفعلا عندي شهاده باتشلر ديجري، واللي يعني دفع لي فلوسي كلها اختي شيماء وابوي طبعا، فانا الحمد لله رب العالمين، احنا عائله الحمد لله رب العالمين عايشين، وطبعا هاي الشيء فضل من الله، وانا ما اقول عن نفسي ان انا ثريه وانا 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 عندي وانا عندي، لان اللي يقول كذي اصلا ما عنده شيء، ما عنده الا الشو فقط، فانا ما اقول هالكلام. اشوفك وايد تذكرين شيماء، مسي عليها بالخير، لها لمعة خاصة بعينك غير انها اختك. شيماء امي مو بس اختي. عمر شيماء الفني بعمري. دشت التمثيل يوم ولادتي. اول مسلسل اتوقعه يوم اللي ولدوني فيه. فهي دائما تقول لي ان هي تقول لي انا اذا في شيء لازم تقول لي انا، تقول لي انا احسك يعني تبي يعني مو انه الحظ بس تحس لي انا قريبة يعني من هالناحية لها. و يعني انا ما بكبر شيماء، طبعا شيماء تمثل من يوم هي صغيره، العمر رقم مو رقم انا بالنسبه لي، مسرحيات قبل لا انا انولد يعني كانت تمثل مسرحيات وكذي، و شيماء هي اللي ساعدت امي وابوي في تربيتنا انا وابرار بالذات، لان شيماء وشذا ما في فرق كبير بينهم بالعمر، فشيماء هي ساعدت امي وابوي في تربيتنا ودراستي وكل اللي ابي، انا عمري بحياتي ما حلمت يكون عندي شيء وشيء ما اختي ما جابته لي، عشان كذي انا عمري في حياتي ما راح اخذلهم على الثقه وعلى اللي كل اللي سووا لي اياه، واني يعني الحمد لله رب العالمين عشت كل اللي ابي عندي الحمد لله. حلو، في سؤال على الاوتو كيور تقرينه. هل يضايقك ان يقال عن شيء لا سبت عارضه ازياء؟ انا اولا انا اللي اخترت اني أصير عارضة أزياء، هالشيء ما ضايقني لأن أنا مختارته، ليش يضايقني شيء أنا مختارة أكون فيه؟ بس عارضة الأزياء مو شغل ولا عمل ولا وظيفة أنا كنت أسويها، كان ودي أكون على مسرح وأمشي وأتعلم مشية ولبس وكذي، رغم أن أنا مو وايد طويلة بس حققت الشيء اللي في بالي، أنا عندي إصرار اللي أبي أسويه. حلو، جميل، ورونا التقرير يا شباب. هلا هلا يا صبايا، هلا هلا يا البنات، صراحة أقول لك كل شيء جدا طل بعينك ويطلك والفار ينام يمك بعد. لا كيفك يا حبيبتي لا تصدقين، بس انا قلت لك هو ما اخذها مو لانها بنت عمه، لان عمه مالتي مليونير، فلا تحلمين. ولا ايش رايك ست ايمان؟ كيفك، بس انا احس ان السناره غمزت. شهود حبيبتي خرجتينا عليك. حياتي شو اخبارك شلونك؟ تمام الحمد لله انا زين. وين رايحه انت؟ رخصوها وبتروح معاكم. صدق؟ خلاص عيط نخليها مفاجاه، ما راح اقول لهم. امشوا. الحمد لله على السلامه.
حبيت هذا المسلسل ليش؟ لأنه أقنعتني العلاقة اللي بينكم مع اختلاف اللهجات، لكن لما يقولوا لي نفس الجروب خوات ما راح اقتنع، لأن كل واحدة لهجة. صح، طبعا هاي المسلسل أنا وايد أحبه. طبعا هاي المسلسل من زمان صورناه بس نعرض عن يعني متأخر. أي متأخر شوي. طبعا صدق علاقتنا كانت وايد حلوة ويا بعض كلنا البنات، الحمد لله رب العالمين. يعني دائما يقولون لا البنات ويا بعض، لا 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 بالعكس جدا. بس المشهد الأخير اللي انعرض بقول عنه شيء ضحكني، لأن هالمشهد احنا عندناه مليون مرة. أنا عندي شوي اللي يقولوا لي روحي يمين أروح يسار، أنا شي ما أعرف يميني من يسار ساعات الدودة، فالمخرج كل شوي أكشن كلهم يلفون يمين شيء لا بروح رايحة يسار. كم مرة عدتي المشهد؟ كم مرة؟ لما كانت رجاء أرجوك ركزي، تقولي والله بأي بس أحبك، قلت خلاص أوكي. طيب شو سالفة إن شعرك احترق؟ إيه تعال والله من أشوف المسلسلات وأشوف شعري وشي يعورني قلبي احترق. طبعا هاي إكستنشن مركبة شعري لهني حاليا. حبيت الجرأة. إكستنشن شعري لهني ما يبين، حاطين الكاميرا لهني. زين احترق من الصبغ وأشياء وايد، فعورني قلبي بصراحة وايد على شعري. قبل كانوا صديقاتي وأهلي والكل كان يطق المثل بشعري، لأنه ما شاء الله كان كثيف وكان طويل وناعم، عشان شي يشوفون في لمعة عبالهم الناس مدهن، بس أنا شعري طبيعتي في لمعة. فمن كذي الحين يعني من فترة طويلة احترق، مو من تو؟ مو وايد من زمان، يعني تقريبا 3-4 شهور. بس ما تقدر تتجرئين بشعرك وتقصينه قصير ابدا نفس اللي قاعد يسوونه البعض؟ ما اقدر. اوكي اغير لوكي احيانا بباروكات علشان اطلع بلوكات جديده مرات، بس انا ما اعرف البسهم عدل، لكن احب التغيير، احب اطلع بلوك ثاني. وصح ترى انا طلعت المسلسل اللي طاف سعد وخواته بباروكه وايد جاتني انتقادات عليه، ولاحظت ان الناس وايد يعني هادين التمثيل وهادين كل شيء ومركزين على لوكي. أرجوكم ترى قدمت مسلسلات وايد بلوك الطبيعي، يعني تذكروا الزين وانسوا مو زين، يعني قضوا النظر على هالمسلسل شوي. طيب أنت تفتقدين العلاقات العامة من خلال وجودك في الوسط الفني؟ العلاقات العامة من أي ناحية؟ يعني من ناحية أن علاقتك بالتواصل مع المنتجين، العلاقة المتواصلة مع اللي في الوسط، زميلاتك، هذه الأمور. أتواصل بحد المعقول يعني مع الناس، وخاصة اللي أكن لهم كل احترام وتقدير اتواصل معاهم، بس انا ساعات اكون يعني لما اخلص او شيء اخذ فتره من الراحه، بس مو معناته انا ما اسال عنهم، بالعكس يعني اواجبهم وقت اللي في شيء ولا شيء اسال، بس بحدود المعقول يعني ما يعني مو ثقيله. حلو. تضايقتي مره لما كفروني؟ قاموا بتكفيرك. مو من حق اي حد يتكلم عن تكفير ولا غيره. اولا انا يمكن اكون اقرب حق ربي من وايد ناس، يعني الناس خصوصا اللي قاعدين ياخذون صور ويسوون فتنه في الانستغرام، يعني بين الناس، بين يعني انزل شيء ما لي علاقه باحد ويسوون فتنه فيه. اذا انتم ما تفكرتوا ان الفتنه كم مره ذكرت في القران؟ ما تخافون من عقاب الفتنة بس قاعدين تشوفون، أو التكفير اللي كفر مسلم ما خفتوا من عقابة؟ عشان كذي فكرتي تسكرين حسابك؟ فكرت أسكره مرات، بس عقب فكرت قلت ليش، يعني في النهاية هذا شيء يخصني وأنا فنانة ومن حق جمهوري اللي يحبوني، فقط اللي يحبوني من حقهم يشوفون تواجدي ويشوفون ايش أسوي وين أروح وين أعي. من حق اللي يحبونك أيضا يعرفون شنو فكرة البرنامج على فنون. طبعا فكره جديد من نوعها وجدا حلوه، واشكر استاذ خليل على توقيعي هذا العقد، طبعا اخ وانا جدا سعدت بالتعامل هذا. والبرنامج راح يعرض على فنون في رمضان، فكرته حلوه يعني خلينا نقول. منو راح ينن الثاني؟ انت تنين احمد ولا احمد راح ينن؟ لحد الحين متفاهمين، والله اعلم بعدين شلون بيصير يعني من بينن الثاني، بس ان شاء الله يعني نينن بعض بوناسة مو ببينونة. وفكرة البرنامج انه مع فنانين، وما راح احرق البرنامج، خلي يتابعون الناس. لغاية هني ما اقدر اضغط عليك الصراحة، بس شكرا انك اعطيتينا هذا الخبر. وحياك الله بانضمامك لفنون اللي راح نستمتع برمضان كولكشن وايد رائع بالنسبة لتلفزيون الوطن وفنون. شكرا على تلبية الدعوة بحضورك لنا اليوم.
وشكرا للفانز انهم وايد عملوا على الانستغرام بشكل وايد فعال وتويتر بحيث انه هم كانوا اعلنوا عن الموضوع قبل لاتين عندنا في الحلقه. الحمد لله. فان شاء الله من هلا لعلى وسلامي حق بنات سبت كلهم. تسلمين. وان شاء الله تكونوا موفقين في المرحله الجايه وان شاء الله ان شاء الله يكون لقاء قريب ان شاء الله بعد رمضان نخطط ان تكونوا ثلاثتكم موجودين معانا ان شاء الله باذن الله. اول شيء احب اشكر زينب العلي على اللبس الجميل، طبعا وايد احبها زنوب وشغلها جدا رائع وراقي حلو عجبني. واللي ثالث مره اقول لزينب انت قلتي ما راح اصمم حق فنانات بس لا. ادري انهم يستفزونك وانت تروحين لا 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 هي قالت ما راح تصمم لنا حق المسلسلات وحق ما تبي تصمم حق مسلسلات ولا حق مسرحيات صح بس كلقاء او شيء كذي تصمم. يلا سامحتك. وان شاء الله بالبرنامج هي راح تلبسني مع ان شاء الله هديل اشكناني. حلو. وشيء ثاني احب اشكر الاء دشتي على اللوك رائع مكياج وشعر. آلاء طلعتني بصوره جديده اليوم حبيت وايد. ومشكوره ايمان على اللقاء الرائع واسئلتك الحلوه كالعاده. حبيبتي حبيبتي سالم مباركه اللي دائما نلقاكم حبيبتي. عندنا وبراحه وصحه وسعاده ان شاء الله يا رب. حبيبتي دائما نحاول كثر ما نقدر نقول ان الحياه مستمره على قولة الأوليين أيام الله وايد، لكن فكر أن هالأيام ممكن تنتهي بلحظة، أحسن أن تكون علاقتك زينة معاك ومع اللي حواليك خاصة الشخص اللي ما تعرفه ودائما تشاهد فقط صور له على وسائل التواصل الاجتماعي. صح.